وللحديث عن واقع التعليم في العراق وجدية الحكومة في إنشاء بنى تحتية جديدة ينضم إلينا عبر سكايب الأكاديمي والباحث والسياسي الدكتور حامد الصراف. أهلا بك معنا دكتور حامد. أهلا وسهلا، حياكم الله دكتور حامد. يعني حجر أساس لمشروع بناء 1000 مدرسة من أصل 13,000 مع شركة صينية، ما أهمية وقيمة هذا الإعلان برأيك؟ في البداية شكرا جزيلا على الاستضافة، تحياتي لكم ولجمهوركم المشاهدين الكرام. الحقيقة لا قيمة لها، هذه مجرد إعلان، يعني بروباغاندا مثل ما يقال، واحتفالية بجدارية كبيرة خلف السيد رئيس الوزراء وبرعايته، والحقيقة ما لها قيمة كبيرة لسبب بسيط جدا. هي إذا رجعنا للإحصائيات المتوفرة لدينا الآن أنه هناك عجز في توفر المدارس بين 15,000، شوية تصحيح أيضا للرقم اللي ورد عندكم أنتم 13,000، من 15 إلى 20,000 حسب الإحصائيات الرسمية. وطبعا هناك أسباب كثيرة لهذا العجز، الحقيقة واضح جدا. هو أولا أنه إحنا محتاجين سنويا 2500 مدرسة بسبب النمو السكاني في العراق اللي يتجاوز 3%، يعني سنويا المواليد الجديدة يعني منذ سنوات تقريبا 1.25 مليون، المليون طفل يولدون، ولذلك يحتاجون إلى مدارس مهيئة. هذه نقطة. النقطة الثانية هي المدارس، وجود المدارس الطينية والآيلة للسقوط، أيضا عدد كبير منها يجب أن تستبدل، يعني تبنى مدارس جديدة حديثة. النقطة الثالثة وهي أيضا مهمة هي ازدواجية الدوام، في يعني الدوام المزدوج نسميه احنا في بعض المدارس اللي محتاجين أنه يكون هناك دوام فردي، يعني ليس مزدوج، حتى ليس اكتظاظ لا بالطلبة ولا بالساعات الدوام القليلة القصيرة. لذلك هذه كلها مؤثرات على نوعية وجودة التعليم، التربية والتعليم في العراق. هذه الحقيقة النقاط المهمة. 20,000 مدرسة إذا حسبناها سنويا، نحن مقبلين أيضا على عام دراسي بعد شهرين أو أقل من 3 أشهر، يعني معناها محتاجين 2500 مدرسة. إذا حسبناها هذه النسبة، يعني 1000 مدرسة حجر الأساس إلها، يعني لا تتجاوز 5% من حاجة العراق للمدارس هذه بالوقت الحاضر. إذن لا يحتاج لكل هذه الاحتفالية وكل هذه البروباغندا، ولكن يعني 1000 مدرسة لنفرض أنه إنجاز مثلا، لماذا الذهاب إلى الصين لشركة صينية؟ لماذا لا يكون خاصة أن هذه الشركة يعني دورها يقتصر على التعاقد مع شركات عراقية كما تم تداوله، يعني ما هو المقصود؟ أسباب كثيرة الحقيقة، بس أولها هو المبرر لهذه الصفقة هو أنه تمت باتفاقية أو مذكرة التفاهم اللي انعقدت أو وقعت في وقت في عهد عادل عبد المهدي حكومته في 2019، أنه يكون تبادل، يعني سموها مذكرة تفاهم النفط مقابل الإعمار، والآن تحولت إلى اتفاقية عمليا. فأيضا اتفاقية النفط مقابل الإعمار، أن العراقي يعني أسس صندوق للتوفير ما يورد من 100,000 برميل يوميا تصدر إلى الصين، الواردات هذه توضع في صندوق للإعمار. الحقيقة هذه ليست هو هذا الحل. الأسباب الأخرى هي أعتقد هناك يعني أيضا يعني مخرج للفساد أو طريق للفساد، ولا العملية ما تحتاج، يعني يصدر النفط بأسعار اليوم بأسعار السوق العالمية ثم توفر هذه، خصوصا أنه الآن هناك وفرة كبيرة بفائض الميزانية، الموازنة الآن فيها فائض كبير، يعني وخاصة لربما يعني تحل شيئا من أزمة البطالة أيضا. تمام، هذه أيضا النقطة الثانية اللي حبيت أيضا أتطرق لها، أنه هذه توفر فرص عمل كثيرة، لأنه إذا شغلنا الشركات القطاع الخاص وبإشراف وزارة الإعمار والإسكان أيضا، خصوصا أنه الجانب العراقي هو اللي صمم المدارس هذه، فالتصميم عراقي، وإذا كان هناك تنفيذ عراقي بس بوساطة صينية، احنا كأنه ده ندفع للصين شيء مجاني دون يعني أخذ بنظر الاعتبار تنشيط السوق المحلية، يعني حتى المواد وحتى الكادر العراقي أن فعلا يوفر
تتوفر فرص عمل وتتوفر أيضا فرص للإنتاج من قبل الشركات القطاع الخاص، صغيرة كانت أم كبيرة. هذه الحقيقة يعني إذا كنا إحنا يعني هذه النقطة المهمة، إذا كنا إحنا داخلين في عملية إعادة إعمار شاملة، فلا بأس أن نعتمد على شركات صينية وشركات غربية وغيرها وشركات عربية، لكنه العملية هذه مقتصرة فقط على مشاريع ما زالت صغيرة، فبالإمكان الجانب العراقي ينفذها مثل ما يوضع التصاميم أو الدراسات ودراسة الجدوى وغيرها. طبعا هذه عملية بها مثل ما قلت أنه جانب إعلامي وجانب أيضا يعني مدخل لفساد واضح. أين من الممكن أن تكمن يعني نقاط الفساد في هذه الصفقة؟ الكوميشنات اللي تدفع، يعني هو الصين لما تأخذ من واردات النفط صندوق ثم تعطيها إلى شركات، فتصبح المحاباة واضحة والفرص تعطى إلى المقربين. هاي نقطة مهمة. النقطة الثانية، من تجربتنا السابقة، تجربة خصوصا إنشاء المدارس والمساكن وغيرها، أنه مجال الفساد أنه تأخذ يعني تقدم القروض وتقدم الـ يعني ما نسميها إحنا فتح الاعتمادات، ثم يقلب المقاول أو الشركة تأخذ الـ قبل استحقاقها تأخذ الأموال بالملايين أحيانا بعشرات الملايين وتهرب. فلذلك لا ضمان قانوني ولا حتى ضمان يعني مثل نسميه إحنا للاستشارة، يعني لا توجد شركة استشارية عراقية، لا يوجد جانب محايد بهذه العملية، يعني كلها هي حكومية، وبالنتيجة الفساد في الحكومة احنا شفنا، ولذلك التراكم اللي حدث الآن في العجز في توفير المدارس العراقية على مدى يعني 20 سنة تقريبا منذ 2003 لغاية الآن، هذا دليل أنه هناك فساد، يعني لأنه هناك مئات المدارس تم الاتفاق عليها، صرفت الأموال ولم تنشأ مدارس، يعني أكثر من 600 مدرسة في عهد السيد المالكي، 200 مدرسة كانت إلى الجانب الإيراني في وقت من الأوقات يسمون السيل ستراكشر، يعني الهياكل الحديدية، يعني أنجز منها الهيكل وثم تركت المدارس لم تستكمل. جرى تداول في وسائل إعلام محلية، جرى تداول أن كلفة المدارس ستبلغ نحو 4 مليارات دينار، الرقم هل هو معقول برأيك؟ لا بالتأكيد، هو هذا اللي قلت أنا، يعني جانب الاستشاري، جانب القانوني، جانب التقييم والجدوى الاقتصادية ثم التكلفة، هذه كلها يجب أن تحسب من قبل أطراف محايدة. لا توجد ثقة بالمؤسسات الدولة الآن، إذا كانت دولة يعني حكومة أقصد، يعني لا بالوزارة ولا بالقطاع القريب إلها، يعني الشركات الوهمية اللي تدخل بمنافسة وثم يعني تحصل على العقود وتأخذ الأموال وتهرب، لا تقدم أي شيء. لذلك أنا أقول الشيء المهم، الأسعار هذه يجب أن تكون فعلا ضمن الحدود المعقولة في التنفيذ، وخصوصا الأسعار في السوق العراقية معروفة، يعني المتر المربع بناء أو كذا، هناك جهات رقابية من المفترض أن تكون لمراقبة التنفيذ أيضا. إذن كنت ضيفا عبر سكايب الأكاديمي والباحث السياسي الدكتور حامد الصراف، شكرا جزيلا لك.